وسط رهانات جيوسياسية وصراعات دولية على مصادر الطاقة في العالم، تقف الجزائر قوية بثرواتها الطبيعية من غاز وبترول ومؤهلات بشرية من مهندسين وتقنيين لرفع تحدي الإنتاج، تلبية احتياجات السوق الوطنية والوفاء بوعودها وعقودها مع شركاء الأجانب على ضوء قانوني المحروقات والاستثمار الجديدين. يتجدد موعد ذكرى تأميم المحروقات وبسط السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية والمنجمية بالجزائر وسط عدة تحديات تذكرنا بالرهانات الجديدة وبخارطة جيوسياسية ترسمها القوى الكبرى المؤثرة في الصناعة البترولية والغازية في ظل صراع جيوستراتيجي. احنا لابد نحضر نفوسنا، لأن ما لازمش نكون يعني مصدر تقليدي. الحفاظ على يعني على مكانتنا في السوق الإقليمية والسوق الدولية ضرورية، لكن رانا نحضر لازم يكون كل الوقود نتاعنا والغاز الطبيعي تكون نظيفة. سوناتراك استثمرت حوالي 400 مليون دولار في هذا المجال، يعني في تقليل من بصمة الكربون في الصناعة البترولية والغازية. وسط هذه المتغيرات والتجاذبات تواكب الجزائر المستجدات الإقليمية والدولية برسم استراتيجية تقوية محكمة لضمان ما تحتاجه السوق الوطنية من غاز طبيعي ومواد بتروكيميائية وطاقة كهربائية. تعمل الجزائر على تثبيت مكانتها في الأسواق الأوروبية والإفريقية. عندنا قانون 1913 اللي أتى بتحفيزات جبائية مهمة لتمكن للشركاء الأجانب يجوا الجزائر ويستثمروا. لحد الآن سوناتراك مضات ثلاث عقود، واحد في ديسمبر 2021 مع الشريك الإيطالي إيني، والثاني مع الصينيين في زرزايتين في 28 ماي 2022، والعقد الثالث مع شركة أمريكية كبيرة أوكسيدنتال في 19 جويلية 2022. والامل كبير من الاخر سنه سوناتراك راح تزيد تبرم عقود جديده مع شركاء اجانب. الى جانب الاستكشاف والتنقيب من المنبع الى المصب، الجزائر ترسم معالم سياسه قويه جديده ومتجدده.